بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحاً مؤدياً لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم. الفريق الثالث الذين عملوا بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم. ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وهو يبين لنا الحكمة في فرضية قراءة هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها، لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة، التي من جملتها هذا الدعاء العظيم بأن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية
التي نزل بها القرآن الكريم، إن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة، فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحاً أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك، وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالاً ورزقك طيباً وطعامك طيباً، لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك، فتحرص على قراءة الكتب النافعة، وتتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك، وتتلقى أحكام دينك، وكذلك تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. ولا تنس يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة الماثورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويشهد لذلك قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، ويتنافس في نيله ذو العقول والمرؤات، فيه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين، ورفع من شأنهم في كتابه المبين، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه، ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معا، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. أيها المستمع الكريم، ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى، سنقدم لك بحول الله من خلال هذا البرنامج بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم. سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. فإلى الحلقات القادمة بإذن الله، ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى حلقة قادمة بعونه تعالى وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.